وبعد ما قدمنا 30 جائزة ال 31 لمين؟ لنجمة بتعرفنا عنا فادية خوري من اسرد الميراكس وخالد اغا صاحب شركة ميوزك نيشن. مساء الخير. الطلي طلة ملكي بإيدها صولجان الجمال، والهالة هالة أميرة على شاطئ صوتها تغفى الأحلام. فنانة استثنائية محاطة بشعاع السحر والجاذبية. على أنغام صوتها بتطل بغداد، وعند الآه للمغرب تحية. شذا حسون نجمة عربية خليجية أولى، ألف مبروك. مرحبا. طبعا انا سعيده جدا بتواجدي هنا لثالث مره، لانه بتذكر انه اول ما طلعت من ستار اكاديمي في 2007 كانوا اعطوني افضل فنانه صاعده، 2008 اعطوني افضل فنانه شابه، كان بدي 2009 اخذ هالجائزه بس ما زبطت معي. كنت طماعه شوي، بس اخذت معي 5 سنين. وهلأ أنا مبسوطة أكثر وأكثر، لأن حسيت فيها وعم بحس فيها أكثر. بشكر الميركس دور، طبعاً أهديها لبلدي العراق الجريح، وإن شاء الله يا رب يرجع الأمان والأمن ونرجع كلنا. ما رح أنسى طبعاً بلد الوالدة المغرب، وأنا اليوم لابسة من تراث المغربي، قفطان مغربي. ما رح أنسى لبنان، لأنه حققت لي حلم كنت أحلم فيه من زمان، واللي هو الفن والشهرة. وكمان ما رح أنسى البلد اللي أنا عايشة فيه اليوم، اللي هو الإمارات، واللي علمنا فيه الشيخ محمد بن راشد أنه دائما ما نرضى غير بالمركز الأول. شكرا جزيلا.
قيصر مالي ودراعي وكسرى لحط مسور حرواني وكسرى عشت عمري على جبنة وكسرى الكرامة تاج راسي ونجمي ما غاب يا با يا با يا با يا با يا با يا لحبيب يا با تأمر أغاتي وهالعيون وقادة شمحنا نهار العيد بالكرادة تأمر أغاتي وهالعيون وقادة شمحنا نهار العيد بالكرادة أنا كهرمان شذا حسون اكيد على المدلي الرائع ورفقها فرقه رقص بقياده جوزيف سلوم. نشكر ار اف ساوند والسيد رولان فغالي.